معاك يعني انا 30 ثانيه هاخدهم من المخرج اللي بيزعق لي جوه ده الراجل الاستاذ عطيه. نتكلم مع كريم فؤاد. استاذ عطيه ايوه يا عم سيبني. اتفضل يا استاذ كريم. اتفضل. انا اللي هتخانق مش انت، ما انت هتجري بعد الهوا. اتكلم على كريم فؤاد. كريم فؤاد يا كريم، انا بالنسبه لي كريم فؤاد مش بس بيأدي بشكل جيد، تبقى علامه استفهام بالنسبه لي غير مفهومه وغير مبرره. كريم فؤاد اللي ساهم في تألقه وتوهجه مارسيل كولر واللي على قناعه كبيره جدا بمستواه، وكريم فؤاد اللي رجع من فتره طويله جدا من الاصابه بياخد المباراه اللي فاتت بينقذ الاهلي بكروس بالرجل العكسيه بالقدم اليسرى في مباراه سيراميكا بهدف لقفشه، النهارده بيساهم في طرد احمد محمود الظهير الايمن لفرقه الجونه، بعديها على طول بيحط كره في العارضه، بعديها بيعمل اسيست مودست ما اتعملش معاه بالشكل الجيد. كل ده وبنتكلم على لعيب لعب نص الشوط الثاني في ظل قله الفعاليه، دي كره بتاعه الطرد، في ظل قله الفعاليه من اجنحه النادي الاهلي في الشوط الاول، سواء بتكلم على حسين الشحات اللي كان في اقل مستوياته، وطاهر محمد طاهر اللي بعيد جدا جدا جدا، مش النهارده ولا امبارح، من فتره طويله جدا. فالسؤال لمستر مارسيل كولر، لماذا تحرم النادي الاهلي من خدمات كريم فؤاد؟ سلام سلام سلام.